بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 58 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مع أسئلتكم واستفساراتكم الذي بعثتموها. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. السائل عبد الله أحمد، سوداني ومقيم بالرياض، يقول في الآية الكريمة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما قصة هذا المقام الذي أمام الكعبة وما معنى الآية؟ مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا أمر من الله جل وعلا أننا نصلي عند مقام إبراهيم. قد اختلف العلماء في حقيقة مقام إبراهيم على قولين. القول الأول وهو المشهور أنه الصخرة التي كان يقوم عليها لما ارتفع بناء الكعبة، جاء بصخرة كان يقوم عليها فترتفع به ثم يبني، ويناوله إسماعيل عليه السلام الحجارة ثم ترتفع به الصخرة ويبني إلى أن تكامل البناء. فهذه الصخرة سميت مقام إبراهيم، وأمر الله بالصلاة عندها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الطواف يذهب ويصلي عند مقام إبراهيم، يجعله بينه وبين الكعبة ويصلي، وهو الآن في طرف المطاف من جهة الشرق، وقد اتخذ عليه حاجز من البلور القوي يرى من ورائه ولا يمكن لمسه. فهذا هو مقام إبراهيم على هذا القول. القول الثاني أن مقام إبراهيم جميع الحرم، في مكة وفي مزدلفة وفي مكة وفي منى وفي مزدلفة وفي عرفات، كله مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. أم لما من الدرعية تقول: فضيلة الشيخ، هل قراءة سورة مريم وسورة الانشقاق وسورة الزلزلة في كل ليلة للمرأة الحامل في شهرها التاسع تسهل وتخفف لها الولادة بإذن الله، حيث قرأنا في أحد المطويات عن هذا؟ مأجورين. لا أعرف لهذا أصلا، قراءة هذه السور أن لها خصوصية في التسهيل على الحامل، لا أعرف لذلك أصلا. اللهم إلا إن كان آثارا واردة عن بعض الصحابة أو بعض العلماء، ولكن الدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك لا أعلم من ذلك شيئا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أبو عبد الله من الرياض يقول: يوجد إمام مسجد وهو كبير في السن وقراءته وصلاته جيدة والحمد لله، ولكن عندما يكبر للركوع أو السجود يا شيخ ربما يثقل عليه النفس لكبار سنه فينطق التكبير بقوله هل الله أكبر، أي نسمع له مثل حرف الهاء مع نطق الله أكبر، هل في ذلك شيء؟ وهل صلاتنا صحيحة؟ صلاتكم وصلاته صحيحة إن شاء الله، وهذا ليس من زيادة الحروف، إنما هو كما ذكر السائل لضعف هذا الشيخ كبير السن، فهو إنما هو زيادة صوت من أجل الضعف لأنه زيادة في التكبير. نعم. هذه الأخت أرسلت لي هذه الأسئلة تقول: أود أن أسأل الشيخ حفظه الله أولا عن زيادة أو زيارة الأقارب في جدة، وأنا في الرياض ونويت العمرة، من أين أحرم فضيلة الشيخ؟ إذا ذهبت إلى جدة لزيارة أقارب ونويت العمرة من الرياض إنك تحرمين من الميقات، تذهبين إلى جدة وأنت محرمة، تزيرين الأقارب وأنت محرمة، ثم تنزلين إلى مكة وتؤدين العمرة. هذه طريقة. والطريقة الثانية أن تحرمي من الميقات وتمري بمكة وتؤدي العمرة، تتحللي منها ثم تذهبين إلى جدة لزيارة الأقارب. المهم أن لا تتعدي الميقات إلا وأنت محرمة، سواء من الجو أو من البر أو من البحر بالمحاذاة. نعم.
تقول الأخت السائلة: ما فضل الدعاء، دعاء المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب؟ هذا ورد فيه فضل عظيم، أن دعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب أنه مطلوب، وأن الملك يؤمن على ذلك ويقول: ولك بمثلها. نعم. أحسن الله إليكم. أخيرا من أسئلتها تسأل عن صلاة الاستخارة، هل تكون في العبادات والمعاملات؟ جميع الأمور المشكلة التي لها أهمية في حياة الإنسان من زواج أو تجارة أو سفر أو مشاركة أو غير ذلك، فإن المسلم يصلي ركعتين ويدعو بدعاء الاستخارة بعد صلاة بعد سلامه من الركعتين. أما الأمور العادية أو الأمور التي ليس فيها إشكال فلا حاجة إلى صلاة الاستخارة فيها، إنما هذا في الأمور المشكلة التي لا يدري أيها أحسن الفعل أو الترك. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل للبرنامج أبو محمد يقول: أيهما أفضل يا شيخ، كصدقة جارية على حياة الإنسان أم بعد وفاته؟ كلاهما طيب، الصدقة والإنسان حي، وكذلك الصدقة التي تجري عليه بعد وفاته بوقف منه أو بتبرع من إخوانه وقرابته كله طيب، ولكن بالنسبة للحي فإن تصدقه وهو حي أفضل من تأخير الصدقة إلى حلول الموت. قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخاف الفقر وتأمل الغنى، ولا تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: كان لفلان ولفلان كذا وفلان كذا. نعم. الأخت السائلة التي رمز لاسمها أم رام ألف ألف من الرياض تقول: إذا كان الشخص شيخ فاقد للذاكرة منذ سنوات عديدة على فراشه، له أولاد وبنات، هل يجوز أن يخرج عنه صدقات وأعمال خيرة من أمواله؟ وهل توزع تركة وعنده أموال كثيرة على وهو على قيد الحياة على ورثته وهو لا يعي شيء من هذه الدنيا؟ لا يجوز هذا، بل يحفظ ماله ولا يتصرف فيه، توقف التصرف فيه، إلا أن وليه يخرج الزكاة التي هي فريضة من فرائض الإسلام، يخرج الزكاة. فمثل هذا يذهب إلى المحكمة الشرعية وتقيم وكيلا على أمواله يحفظها ويخرج زكاتها عند حلول الزكاة، ولا يتصدق بغير الزكاة، ولا تصرف بأمواله ولا توزع على الورثة، لأنها ما صاروا ورثة إلى الآن، الأموال لصاحبها، ولا يكون ورثة إلا بعد وفاته. فتحفظ هذه الأموال وتصان وتخرج زكاتها فقط، وإذا كان له من تجب نفقته عليه من زوجتها أولاد ينفق عليه منها، وكيله ينفق عليهم من ماله لأنه يقوم مقامه. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول هذا السائل عبد الله ألف ألف: ما حكم لعن الشخص وسبه، وما حكم كثرة اللعن حيث أن هذا الشخص في اليوم والليلة يسب أو الأولاد ويسب الجيران، وهل له من توبة؟ التوبة نعم، التوبة لكل مذنب أن يتوب ويقبل الله التوبة عن عباده، والسب والشتم محرما، قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، المسلم يصون لسانه ويحفظ لسانه من السب والشتم والغيبة والنميمة وقول الزور وكل كلام محرم، ولا يجوز سبه ولعنه إلا من باب القصاص، إذا سب شخصا أو تكلم على شخص فللمتكلم فيه أن يرد عليه بمثل ما قال من باب القصاص، وإن عفى عنه فهو أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. رسالة أخرى وصلتنا لهذا البرنامج، يقول السائل: يا فضيلة الشيخ حفظه الله، يوجد رجل كتب وهيبة لزوجته وذريته، ثم بعد ذلك حصل طلاق بينه وبين زوجته، فهل للزوجة الحق بهذه الهبة أم لا، علما بأن الرجل ما زال عايش على قيد الحياة، وهل يستطيع الرجوع عن الهبة أم لا؟ إذا كانت الزوجة قد قبضت الهبة فإنها تملكها، ولا يجوز للواهب أن يرجع فيها، قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. أما إذا لم يقبض الموهوب له الهبة إنه يجوز للواهب أن يتراجع عنها وأن يرد. أم بشائر من جدة تقول: نحن معلمات
نسافر في كل يوم إلى المنطقة التي ندرس بها مسافة 250 كيلومتر، وكنا نجمع ونقصر في صلاة العصر والظهر، وبعد ذلك سمعنا من بعض المشايخ بأنه لا يجوز لأنه سفر معصية ولا يكون له أي رخصة. ماذا نفعل بالنسبة للصلاة التي كنا نجمعها ونقصر فيها في ذلك؟ أولا، سفر النساء بدون محرم هذا أمر لا يجوز، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين، رواية مسيرة يوم، مسيرة يوم ليلة، ثلاثة أيام روايات، وفي لفظ مطلق أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم، ولا يغني عن ذلك الجماعة من النساء، بل لا بد أن يكون معها محرام، فهذا السفر لا يجوز. والذي قال لا يجوز القصر فيه نظر إلى هذا المعنى أنه سفر منهي عنه، فهو سفر معصية، قد قال بذلك كثير من العلماء أن سفر المعصية لا تقصر فيه الصلاة ولا يفطر في رمضان، لأنه لا تستباح الرخص في السفر المحرم، أنه منهي عنه، هذا له وجه. هذه الفتوى التي قالها من ذكر لها وجه. وعلى كل حال، لا يجوز لهؤلاء يسافرن بدون محرم، إما أن يسكن في البلد الذي فيه العمل، وإما أن يطلبن نقل وظائفهن إلى بلدهن الذي هن فيه، وإما أن يتركن الوظائف. الوظائف ليست ضرورية، إذا كان سيرتفع